بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد شاهين التعب من قناه الدعوه الاسلاميه على اليوتيوب ومن اكاديميه رسوخ للعقيده وعلومها قناتها على التليجرام وفيديو جديد حول شرح كتاب اظهار الحق للعلامه رحمه الله الكيرانوي الهندي واول سؤال هنجاوب عليه النهارده ممكن استاذنا تعلق على الخلاف حول التحريف اللفظي والمعنوي في كتب اهل الكتاب التحريف اللفظي ده معناه إن المتن نفسه النص نفسه اللي بيتم قراءته بيتلعب فيه وبالتالي فرق جوهري وكبير وحاسم جدا ما بين المسلمين وأهل الكتاب إن المسلمين القرآن الكريم كتابهم المقدس قيل عنه في الحديث الصحيح حديث قدسي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، كتاب لا يغسله الماء العلماء علقوا على هذه الروايه وقالوا انه ليس مكتوبا على مواد يمكن غسلها بالماء فيتم محو الكتابه، وده كان حال اهل الكتاب، فحال اهل الكتاب ان هم ما بيحفظوش كتبهم، المسلمين الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو محفوظ في الصدور، وبما انه كتاب شفهي اصلا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا انه يقرا والناس بتسمع القراءه دي وبتحفظها في الصدور، فبالتالي انت لو جبت كل الصحف اللي مكتوب عليها قران كريم ومسحتها او حرقتها او حرفتها ايا كان هذا لن يؤثر على القران الكريم الذي عند المسلمين، هنجيب الحفاظ نعيد كتابة القرآن الكريم مرة أخرى وخلاص وانتهت الحكاية. أما بالنسبة لأهل الكتاب فهم ما كانوش بيحفظوا كتبهم، والمصدر الرئيسي لمعرفة كتابهم بيحتوي على إيه المخطوطات المكتوبة بخط اليد، فبالتالي التحريف اللفظي معناه إن هذا النص سواء في المخطوطة نفسها أو لما آجي أعمل نسخة جديدة من المخطوطة أغير في النص سواء عن طريق إضافة أو حذف أو تبديل وتغيير فده تحريف لفظي التحريف المعنوي بقى معناه أن النص يبقى كما كان لكن أحرف معناه أو أحرف تفسيره أو أعطل العمل به أو فيما بقى يخص التطبيق والتفسير والفهم والمعنى والكلام ده كله ده التحريف المعنوي طبعا لو كان النص محفوظا والتحريف الوحيد الذي اصاب اهل الكتاب هو التحريف المعنوي فمش مشكله كبيره لو احنا عندنا اليات الوصول للفهم الصحيح او للتفسير الصحيح للنص لكن الواقع ان اهل الكتاب وقعوا في كل انواع التحريف وده امر ليس فيه شك عند اي شخص دارس لتاريخ نص الكتاب المقدس او لتاريخ بني اسرائيل او يعني ده دي معلومه معلومه بالضروره لاي حد دارس تاريخ اهل الكتاب تاريخ بني اسرائيل تاريخ النصارى تاريخ كتبهم المقدسه وهكذا حصل لهم كل انواع التحريف النص نفسه تحرف وايضا تفسير النص بيتحرف فتجد انه نصوص حتى لو هم متفقين على لفظها تجد ان هم طوائف مختلفه وبيفسروها ب طرق مختلفة وممكن التفاسير تكون متناقضة بشكل كبير لدرجة ان هم يكفروا بعض على ان لا التفسير اللي انت بتقوله ده تفسير غير مقبول زي بالظبط الخلاف الكبير اللي دار في التاريخ المسيحي ما بين الارثوذكس من ناحية او البروتو ارثوذكس او ايا اللي هم اباء الكنيسة في عصر المجامع اثناسيوس الرسولي وكيرلس الاسكندري والناس دي وما بين الاريوسيين هم كانوا بيحتكموا افتراضا يعني لنفس الكتاب او الكتاب كان ما بينه اختلافات لكن في بعض النصوص كانوا بيحتكموا اليها بشكل نصي معين، الاريوسيين كانوا بيفهموا من النصوص دي ان المسيح ليس الان حقيقيا مستحقا للعباده وانه مخلوق، الارثوذكس او اباء عصر المجامع كانوا بينفوا التفسير ده وبيقولوا لا الكلام ده غلط والنصوص دي لا تتعارض مع ألوهية المسيح ولا تنفي ولا تثبت أنه مخلوق أو لا تثبت أنه ليس مستحقا للعبادة فكل ده داخل مشكلة التحريف المعنوي اللي هو متعلق بالفهم والمعنى والتفسير والتطبيق والعمل بالنص وهكذا طبعا ممكن واحد يقول لك طب ما المسلمين كده يمكن يكونوا واقعين في التحريف المعنوي الحاجة اللي أنا عايز أنبه عليها إن غالبا كلمة تحريف بيتم استخدامها في سياق النية الفاسدة بمعنى انه هو قاصد وهو الشخص الشرير انه يحرف المعنى او يحرف النص ده مش بالضرورة يكون حاصل يعني مش كل الحالات التحريف بيكون بنية سيئة او بقصد افساد او بقصد اضلال او حاجة زي كده مش دايما يعني ده دا امر متعلق بالقلب وبيحتاج الى قرينه علشان تقدر تكشفه في النهايه لو احنا قلنا ان ممكن يكون في تحريف معنوي حاصل عند المسلمين بمعنى ان في ناس سواء بحسن نيه او بسوء نيه لما بيجوا يفسروا القران بينحرفوا بيه عن معناه الصحيح في النهايه احنا عندنا الاليات ودي ودي نقطه انا دايما بكررها المسلمين عندهم الآليات، المسلمين عندهم التراث، المسلمين عندهم التاريخ، المسلمين عندهم الأصول والقواعد والضوابط اللي تخليهم يقدروا يرجعوا لورا لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشوفوا ما هو التفسير الصحيح، ما هو المعنى الصحيح، ما هي العقيدة الصحيحة وهكذا، ما هو التطبيق الصحيح ويمشوا عليه وخلاص، فحتى لو في بعض الناس وقعوا في تحريف معنوي بحسن نية يعني اجتهد فاخطأ او بسوء نية اراد اضلال الناس زي ما في نصابين كتير بيطلعوا دلوقتي على اليوتيوب ويفسروا الايات القرآنية بشكل لم يأتي به أحد قبل لم يسبقهم إليه أحد يعني ده ما بيضرش المسلمين اللي عارفين دينهم كويس واللي عارفين تراثهم كويس واللي عارفين علوم دينهم كويس برضو تعليق أخير إن في بعض علماء المسلمين في بداية التاريخ الإسلامي بعضهم قال إن أهل الكتاب التحريف اللي وقع عندهم تحريف معنوي فقط وليس لفظي وفي علماء يعني كبار قالوا كده لكن أنا ظني واعتقادي ان لو كان ده ممكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا ان احتمالية ان ده يكون حاصل قليل جدا بمعنى ايه يعني انه أهل الكتاب اللي كانوا عايشين في جزيرة العرب المعاصرين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتعامل معاهم من يهود ونصارى كان معاهم إنجيل ما تحرفش وكان معاهم توراة ما تحرفتش احتمالية إن ده يكون حاصل ضئيل جدا جدا عندي يمكن اقل من 5% بشكل يمكن مش عايز اقول يعني 99% ان لا اي مصدر مكتوب كان بيحمل نص اهل الكتاب سواء تراث يهودي او او تراث مسيحي كان لازم كان في تحريف وكان في باطل ممكن اه كان في بقايا حق لكن لازم كان في باطل وكانت نسخه محرفه يعني بشكل يكاد يكون قرب المستحيل ان يكون اشمعنا يعني اهل الكتاب في الجزيره العربيه يكون معاهم نسخه من الكتاب المقدس او نسخه من التوراه او نسخه من الانجيل ما هي الاصل او هي النسخه اللي ما اتحرفتش صعب التحريف حاصل عند اليهود قبل المسيح عليه السلام بقرون فيبقى اللي ممكن يكون احتمال انه ما اتحرفش آه الانجيل وده برضو امر بالنسبه لي يكاد يكون مستحيل لان التحريف حاصل فور رفع المسيح عليه السلام للسماء واختلفوا فيه وبداوا يعملوا اناجيل والكلام ده كله حتى هذه الأنجيل تم تحريفها وعد عليها خمس قرون قرب الست قرون على بال ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالامر صعب جدا يعني انه يكون التحريف اللي اصابهم هو فقط تحريف المعنوي السؤال الثاني ماذا يوجد في التابوت الذي ذكر بالقرآن؟ بص يا أخي الكريم مفيش حاجة اسمها التابوت اللي ذكر في القرآن والتابوت اللي عند أهل الكتاب. القرآن الكريم بيتكلم عن تاريخ، يعني هو بيخبر لنا عن بني إسرائيل. كان عندهم حاجة اسمها تابوت. والقرآن الكريم بيقول إن هذا التابوت فيه بقية من آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالقرآن الكريم ما ذكرش بشكل واضح التابوت ده كان في ايه لكن هو بيؤيد اعتقاد اهل الكتاب اللي بيقول ان هذا التابوت كان زي اللي بيحمل الاشياء المقدسة جدا بالنسبة لهم اللي هي ايه يقال ان كان فيها عصا موسى ويقال ان كان فيها نسخة من التوراة اللي هي التوراة بقى التوراة التوراة اللي ما اتحرفتش التوراه اللي بني اللي سيدنا موسى أراها على بني اسرائيل وقال لهم احتفظوا بيه فهم راحوا حطوه في التابوت معرفش بقى كان في ايه تاني لكن دول كانوا اهم حاجتين يعني طبعا معروف قطعا ولا شك ان هذا التابوت يعني القرآن الكريم بيقول ان دي علامه من الله عز وجل علشان تتبعوا اختيار النبي لهذا الملك اللي هي قصه طالوت وجالوت وداوود والنبي اللي هو ما ذكرش اسمه في القرآن الكريم اللي هو المفروض صموئيل فهي القصة انه صموئيل النبي قال لهم هنختار ملك علشان نحارب تحت قيادته هم طبعا متعودين ان الصبت اللي المفروض يتم اختيار ملك منه هو صبت يهوذا لكن صموئيل قال لهم ان الملك اللي ربنا اختاره هو اسمه طالوت طالوت ده ما كده في الكتاب المقدس اظن اسمه شاول في الكتاب المقدس مش فاكر اسمه ايه في الكتاب المقدس المهم الكلام ده موجود في سفر صموئيل الاول فهو المفروض ان القصه يعني حسب القران ان صموئيل النبي قال لهم الملك اللي ربنا اختاره هو طالوت وطالوت ده كان من سبط بنيامين فراحوا قالوا له أن يكون عليه الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال وشعر القصة اللي موجودة في سورة البقرة فقال له هو ده الاختيار وربنا أتاس بسطة في العلم والجسم وهكذا ويمكن هو كان اسمه طالوت من الطول والجسم وكان عريض وقوي وهكذا بس فقال لك بقى كدليل ان ده اختيار من عند ربنا والمفروض تسمعوا الكلام ان ربنا هيجيب لكم هيجيب لكم التابوت فيه بقيه مما ترك ال موسى وال تحمله الملايكه وفعلا يبقى ده معناه ايه ده معناه ان التابوت ده ضاع منهم قبل سيدنا داوود وصموئيل النبي والقصه دي اللي هي اقدس مقدساتهم ضاعت منهم قبل القصه دي فرجعت لهم تاني في هذا الزمن وغالبا غالبا التابوت ده فضل معاهم في وقت مملكة سيدنا داود ومملكة سيدنا سليمان وبعدين بعد الانشقاق اللي حصل والدمار والخراب والسبي البابلي ونبوخذ نصر قطعا ولا شك التابوت ده اختفى باللي فيه وهو غير موجود الان الواقع انه غير موجود فيبقى كان فيه غالبا نسخة من التوراة نس عصايه موسى سيدنا موسى عليه السلام وطبعا عصا موسى ده يعني داير حواليه اساطير كان العصايه بذات نفسها فيها نوع من انواع القوه وال ما علينا دي مش قضيتنا يعني بس ما اعرفش بقى في ايه تاني ده بحسب اللي مذكور لكن هي اهم حاجه طبعا كانت جوه التابوت المفروض كانت نسخه من التوراه السؤال الثالث نفع الله بعلومكم والامه اللهم امين هل هناك علم يعنى بنقد النص ذاته من حيث هو انا قلت الكلام ده قبل كده شرحته كتير يعني موضوع النقد الكتابي ده في له فيديوهات كثيره جدا على قناه الدعوه الاسلاميه وحاول اجمع اللينكات واحطها تحت في الوصف او يمكن حتى اعمل قائمه فيديوهات جديده على قناه الدعوه الاسلاميه سميها النقد الكتابي لكن هو اختصارا يعني ان النقد الكتابي ده متقسم قسمين القسم الاول هو النقد الادنى او النقد النصي اللي بيسموه تكستوال كريتسيزم تكست textual criticism من النص يعني نقد النص والجزء الثاني اللي هم بيسموه upper higher criticism او upper criticism او النقد الاعلى يعني وده متعلق ب... بكل ما يخص معلومات حوالين النص وتفسير النص ومعنى النص وهكذا فهو النقد النصي ده بيتم تطبيقه من اجل تحقيق النص نفسه وتعريف النقد النصي دراسه مخطوطات اي عمل ادبي ضاع اصله بهدف إعادة تكوين الأصل الضائع أو أقرب صورة له بحسب بقى المخطوطات اللي ما بين إيدينا فهو المفروض إن أول حاجة الناس بتعملها إحنا هندرس مثلا نص إنجيل متى يبقى إحنا هنجمع إحنا ما فيش ما بين إيدينا النسخة الأصلية لأي كتاب من كتب الكتاب المقدس سواء عهد قديم أو عهد جديد لو إحنا هنبتدي ندرس إنجيل متى هنجمع كل مخطوطات إنجيل متى و هنعمل مقارنة ما بين كل هذه المخطوطات ومن خلال مقارنة هذه المخطوطات والدراسة، وبناء على بعض القواعد والضوابط والأصول، هنحاول نستخرج من هذه المخطوطات أقدم وأصح شكل لنص إنجيل متى، بعد كده بقى إيه اللي بيحصل؟ النقد الأعلى، النقد الأعلى ده يعني بنعمل إيه؟ بنحاول ننقد، ونقد ده معناه باختصار إن إحنا نفرق ما بين الحق والباطل، نعرف الصح من الغلط. ننقد كل المعلومات اللي حوالين هذا النص بهدف الوصول للتفسير الصحيح لهذا النص، وايه هو التفسير الصحيح؟ اللي هو مقصود الكاتب نفسه، المؤلف نفسه، الكاتب نفسه اللي كتب هذا الكلام كان يريد مننا نفهم ايه من النص اللي هو كتبه، طب هنعرف ده منين؟ إيه؟ والله من خلال بقى نشوف ايه التاريخ وايه التراث اللي ما بين ايدينا، ما يمكن مثلا صاحب النص نفسه فسر كلامه زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيفسر بعض القرآن، او صحابة الكاتب او ناس قريبة منه او ايا كان، طبعا في الجزء ده بتاع النقد الاعلى اول سؤال بنسأله هو مين اللي كتب النص ده اصلا؟ ويعني كفاية بقى يعني نفضل في النقطة دي شوية وربنا يعيننا جميعا فهو يعني طبعا في الاخر خالص بقى بيبتدوا يلجأوا لبعض القواعد والاصول اه نرجع للنص بلغة الاصلية نشوف سياق النص نشوف النصوص اللي شبه النص نشوف تحليل اللغوي للكلمة في باقي الاصفار وكيف تم استخدام الكلمة في باقي الاصفار ليهم بعض الكتب في اصول التفسير لكن الكلام ده يعني البروتستانت هم اللي نصوا عليه بعد ما زهقوا من ان الكنيسه متسلطه على التفسير وهكذا السؤال الرابع فيما يخص رد البروتستانت لما يسميه الكاثوليك والارثوذكس بالاسفار القانونيه التانية المفروض ردهم يعني رفضهم لهذه الاسفار ذكرتم ان السبب الرئيسي لذلك هو ان الكنيسه الكاثوليكيه تعتمد على هذه الاسفار في صياغه عقائد وممارسات غير مقبول للبروتستانت سؤالي هو هل صرح مؤسس المذهب مثل لوثر وكالفن ومش عارف مين زوينكلي وغيرهم بهذه الصراحه بص يا اخي الكريم التصريح ده يعني المفروض ان الحركه البروتستانتيه حركه اكبر من انها مجرد اتباع لقاده معينين اه القاده دول ليهم كتابات وتصريحات ما فيش اي مشكله لكن يجب ملاحظه ان حتى في بعض الامور اللي القاده دول قرروها وفيما بعد البروتستانت رفضوها مع الوقت يعني لكن مش دي قضيتنا رفض البروتستانت اللي هم كل المسيحيين اللي كانوا خلاص زهقوا من قبضة الكنيسة على البلاد والعباد عربوا عن إن في ثلاث حاجات الكنيسة كانت بتعملها و... وهم كانوا زهقوا منها خلاص هم هي كانت عقيدة المطهر وبعدين علشان نحل مشكلة عقيدة المطهر في عندنا السكوك الغفران وزوايد فضائل القديسين فهي المفروض الشرح والترتيب كالآتي انت عملت ذنب انت مستحق للعقوبه، طب لو انت كمان مت قبل ما تحل مشكله الذنب ده يبقى انت هتتعذب عليها، فدي عقيده المطهر ان انت اي حد مات وما كفرش عن ذنوبه هيتعذب على ذنوبه دي حتى يتطهر في فيستطيع ان يلقى الله، طيب احنا مش عايزين نتعرض للمطهر، نعمل ايه؟ قال لك في حاجه اسمها زوايد فضاء القديسين، زوايد فضاء القديسين يعني القديسين عملوا فضائل ازيد من اللي مطلوب منهم، فكان مثلا في عنده حصاله حسنات وقعد يملاها حسنات لغايه ما الحصاله اتملت، فهنحط طب بقيه الحسنات الزياده دي فين؟ عند الكنيسه بقى، فالكنيسه عندها زوايد فضاء القديسين، طيب الزوايد فضاء القديسين دي احنا نعمل بيها ايه يعني ولا هتنفعنا ازاي؟ فالكنيسه قالت يبقى احنا هنعطيكم من زوايد فضائل القديسين باثمان معلومه اللي هي سكوك الغفران فبقى الناس بتشتري سكوك الغفران اللي هو شراء لزوايد فضائل القديسين علشان يا اما يكفروا عن ذنوبهم او عن ذنوب ذويهم اللي ماتوا علشان ما يتعرضوش للمطهر العقائد دي البروتستانت رفضتها بشده وبقوه ولما حصل نقاش ما بين البروتستانت والكاثوليك حول هذه العقائد الكاثوليك قالوا الأدلة على هذه العقائد من الاسفار القانونية الثانية اللي هي عقيدة إيه؟ العقيدة الرئيسية اللي استدلوا عليها من سفر يشوع بن سراخ وغيره إن أنت تشتري المغفرة بأثمان معلومة طبعا النصوص ما بتقولش تشتري مغفرة بأثمان معلومة لكن زي ما المسلمين بيعتقدوا إن الصدقة تطفئ غضب الرب أو إن أنت تتصدق فيكون سبيل للمغفره لكن الفرق ما بين المسلمين والنصارى ايه المعرفه الحتميه للنتيجه ان انت كمسلم بتعمل فضائل الاعمال ولا تدري هل قبل الله عز وجل منك هذه الاعمال ولا لا فيبقى ده دا دافع للمزيد من العمل والسعي للاخلاص ابتغاء مرضاة الله عز وجل لكن المسيحي انا دفعت لك الدين الصك انا ضمنت المغفره خلاص بيع وشراء وقتي وقتي وبالتالي انا لن اتصدق الا عندما احتاج ولما احتاج بقى ربنا يكرمنا بقى ويكرمكم ويرزقنا جميعا يا رب. الكلام اللي انا بقوله ده في عليه بعض الاقتباسات انا كنت شرحتها في المحاضرات بتاعت مدخل الى دراسه المسيحيه لكن انا لم ارجع الى نص بعينه مثلا لمارتن لوثر او كذا وكذا أو لان خلي بالك القضيه دي استمر الصراع عليها حتى بعد هؤلاء القاده لكن المعلوم عندي انه ده بالفعل كان محل الصراع السجوك الغفران اللي مبني على زوايد فضائل القديسين اللي مبني على مشكله المطهر ده كان صراع ما بين البروتستانت والكاثوليك ولما البروتستانت قالوا الكلام ده انتوا جبتوه منين؟ قال لك الاسفار القانونيه التانية طبعا هم برضو بيستدلوا بحاجات اخرى يعني انت لو قريت في كتب الارثوذكس او قريت في كتب البروتستانت وكنت عرضت الكلام ده قبل كده في ثلاث فيديوهات عن الاسفار القانونيه التانية في سلسله اثبات تحريف الكتاب المقدس وعملت عنه فيديوهات كثيره احاول اجمعها واحط اللينكات تحت في الوصف هتلاقي ان الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا يعني الاسفار القانونيه الثانيه دي فيها حاجات كثيره جدا العهد الجديد اقره او المسيح عمله او حتى المسيح اشار اليه او حتى اقتبس منه او ايا كان مش بس موضوع زوايا فضاء القديسين وسكوك الغفران والمطهر والكلام ده لان المطهر ده هم بيستدلوا عليه اصلا من رسائل بولس لكن هو موضوع سكوك الغفران الشراء المغفره بال بالمال هو ده اللي بيقوله إن ده موجود بكثرة في في الأسفار القانونية الثانية خصوصاً سفر يشوع بن صراخ، حكمة يشوع بن صراخ. ثانياً، ألا يقدح هذا في مصداقية رفضهم لهذه الأسفار بناءً على عدم وجود نصوصهم نصوصها الأصلية أي العبرية أعني هل كانوا صادقين في دعواهم التمسك بسلطان أصحاب الكتاب الأصليين من اليهود؟ بص يا أخي الكريم البروتستانت كان عندهم مشاكل كتير وأنا عملت أكثر من فيديو مؤخراً اتكلمت فيه عن الترجمه السبعينيه وشهادات اباء الكنيسه للترجمه السبعينيه، كان اللي هو الترجمه بتاعت الانبياء الصغار بتاع ابيفانيوس المقاري، ابيفانيوس المقاري عامل ترجمه لسفر التكوين وعامل ترجمه لسفر الخروج وعامل ترجمه لسفر اشعيا وابناء ابيفانيوس المقاري اخرجوا ترجمه اسفار الانبياء الصغار ترجمه السبعينيه للعربي مقارنه بالنص القبطي ومش عارف مين النسخه دي فيها مقدمه ضخمه عن الترجمه السبعينيه من ضمن الفصول اللي في المقدمه دي شهادات اباء الكنيسه للترجمه السبعينيه عملت فيديو عن هذا الفصل الفيديو الفصل ده بيبين ايه؟ ان الغالبيه العظمى من اباء الكنيسه الاوائل امنوا ان الترجمه السبعينيه اليونانيه موحى بها من الله وبيأيدوا الاسطوره بتاعت الترجمه السبعينيه ان السبعين شيخ كل واحد ترجم لوحده وبعدين لما جينا نقارن ترجماتهم مع بعض وجدنا ان كل هذه الترجمات متطابقه فيبقى بالتالي ده اكيد عمل الروح القدس. فيبقى الترجمة السبعينية دي موحى بيها من الله، وإن ربنا أراد إنه ينقل التوراة إلى اليهود الـ الـ بتوع الشهد الشتات، اليهود الهلينستيين، يهود الشتات، واللي فيما بعد المسيحيين تبنوا الترجمة السبعينية. بعد كده، في القرن الرابع والخامس، في بعض الآباء بدأوا يقولوا لأ، الترجمة السبعينية اليونانية دي مش هي الممثل الصحيح لنص الكتاب المقدس. احنا مفروض نرجع للنص العبري وتقريبا من اشهر الناس اللي عملوا كده القديس جيروم القديس جيروم او ايرونيموس اللي عمل ترجمة الفولجاتا اللاتينية كان من الاباء اللي قالوا انا هعمل ترجمة لاتينية جديدة لكن مش هستعمل الترجمة السبعينية هرجع للنص العبري وهو ادعى انه راح فلسطين ووجد نسخ لبعض هذه الاصفار اللي هي دلوقتي مش لاقيين اصلها العبري. علقت في الفيديوهات بتاعت شرح كتاب اظهار الحق ان سفر ياشر ده وجدنا له اكثر من نسخه دلوقتي والله اعلم بقى مدى مصداقيتها وايا كان، لكن اقصد انه كان جايز جدا في زمنهم ان هذه الاصفار اللي احنا حاليا مش لاقيين اصلها العبري ان كان بالفعل ليها اصول عبريه وجيروم ادعى ان هو لقى بعض هذه الاصفار وقال هو سماها اسفار ابوكريفا بمعنى الاسفار المخفيه، وكان بيقول اليهود مخبيين والكلام ده كله، فالمهم النقطه اللي انا بتكلم فيها ايه؟ ان ظهر في تاريخ اباء الكنيسه صراع ما بين الاباء، هو احنا المفروض لما نرجع لنص العهد القديم نرجع للترجمه السبعينيه اليونانيه ولا نرجع للنص العبري؟ فبالتالي واضح ان البروتستانت كمان وقعوا في هذه الحيره وفي الاخر قالوا لا الاسلم ان احنا ناخد بكلام اليهود العبرانيين لان هم في النهايه الاصل طبعا دي دي يعني ان القضيه دي بتفتح باب مشاكل كتيره حتى ان الشيخ رحمه الله الهندي نفسه ذكر الكلام ده وانا ذكرته ايضا في شرح كتاب اظهار الحق ان انت كأنك بتكفر كل أسلافك ولا بتخطأ كل أسلافك اللي اعتمدوا على الترجمة السبعينية بتقول لا كل دول كانوا غلط واحنا هنرجع بقى للنص العبري لان النص العبري هو اللي صح وكل الأباء الأوائل اللي مسكوا في الترجمة السبعينية وقالوا لا دي موحى بيا من الله ولا سلطان وكذا وكذا كل دول كانوا غلطانين وكانوا وحشين و... ودي مشكلة كبيرة فأنا رأيي يا أخي الكريم فيما يخص هما البروتستانت دول كانوا صادقين في دعواهم ولا لا؟ الله اعلم ممكن كانوا صادقين ممكن كان الدافع الرئيسي ليهم ان هم بيحاولوا يتخلصوا من سلطان الكنيسه الا بقى في الاخر يعني انا شايف ان الحجه الوحيده القوية اللي بتواجه البروتستانت هي ان اليهود نفسهم رفضوا الترجمة السبعينية فيما بعد وده برضو يعني اثار فضول وشبهات عند النصارى طب انتوا ليه دلوقتي رفضتوا الترجمة السبعينية علشان احنا قابلنا الترجمة السبعينية طب ده معناه ان الترجمة, الترجمة السبعينية فيها حاجات ضد ايمانكم اليهودي بتأيد ايماننا المسيحي طب ده يخلينا نتمسك بيه اكتر في النهاية البروتستانت قالوا والله المفروض ان الترجمه السبعينيه دي ترجمه عن النص العبري، فكره اسطوره الترجمه السبعينيه دي هم عندهم اصلا تشكيك في في التقليد والتراث الكنسي بشكل عام، فهم مش ملزمين ان هم يقبلوا الاساطير اللي اباء الكنيسه الاوائل قبلوها، رغم ان ده من وجهه نظري هدم للدين، يعني تقريبا كل الاباء الاوائل قبلوا بعقيده ان الترجمه السبعينيه اتعملت بمعجزه وانها نتاج وحي الروح القدس. كل الاباء دول كانوا على ضلال ده امر في غايه العجب والكلام ده الاخ ابو عمار الاثري عرضه في البحث بتاعه نقد اسطوره الترجمه السبعينيه او اسطوره الترجمه السبعينيه ونقدها ان في علماء كثر مسيحيين معاصرين الان بيقروا دي اسطوره دي مجرد اسطوره طب الاباء ما كانوش بيعتبروها اسطوره كانوا بيعتبروها حقيقه تاريخيه ومعجزه الهيه ولحكمه الهيه فدي مشكله كبيره مشكله مين اللي معاه الحق البروتستانت اللي بيرفضوا الترجمه السبعينيه والاسفار اللي ملهاش اصول عبريه ولا المسيحيين التانيين اللي بيقبلوا الترجمه السبعينيه وبيقبلوا الاصفار اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري دلوقتي الاقرب للصواب لو احنا بنتكلم من ناحيه الاصفار اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري لا الاقرب للصواب ان الاصفار دي بالفعل كان ليها اصل عبري وان الاصفار دي يا اما ضاعت وفقدت يا اما تم اخفائها عمدا او مش عمدا تم اخفائها زي ما اليهود الاسينيين كانوا مخبيين المخطوطات بتاعتهم اللي احنا لقيناها فيما بعد في كهوف قمران البحر الميت. الاقرب للصواب ان بالفعل الاسفار دي كان ليها اصل عبري، فكون ان احنا مش لاقيينها دلوقتي دي مش طب هنعمل ايه يعني؟ نكفر بقى السفر اللي ما نلاقيش اصله العبري يعني الاصول لما تضيع يبقى كده ده معناه ان الكتاب خلاص بقى باطل؟ ما ينفعش ي... يقول تصريح زي كده، صعب يعني. خصوصا في ضوء زي ما قلت ان هو بيعتقد ان الترجمه السبعينيه معموله بوحي الهي، على الاقل يعني المفروض ان ده ما يمشيش على الترجمه السبعينيه كلها، انا علقت على الكلام ده قبل كده كتير، على الاقل اصفار موسى الخمسه لكن ما علينا يعني مش عاوز اطول في الموضوع ده اكتر من كده. ثالثا من مبادئ البروتستانت الثابته على اختلاف طوائفهم رفض الكهنوت وسلطان الاباء على شعب الكنيسه بالمفهوم الاصلي للكنيسه، فما هو مستندهم في تحديد قانون العهد القديم؟ ان لم يكن صادرا عن سلطه عليا يسلمون لها بالكفاءه في مسائل الدين وخصوصا جواريا بص يا اخي البروتستانت بيرفضوا الكهنوت وسلطان الاباء ده بالنسبه للمسيحيين خلاص يعني مفيش حاجه اسمها كهنوت مسيحي بالمعنى السرائري ان الروح القدس هيحل عليه فيقدر يمارس الاسرار والكلام ده لا هم بيرفضوا الكلام ده وبناء على هذه الهبل الكهنوتيه من الروح القدس بيرفضوا سلطان الاباء اللي هو السلطان التشريعي بناء على ان ليهم كهنوت وحلول الروح القدس والكلام ده كله. ماشي ايه دخل ده بقى بقانون العهد القديم؟ هما البروتستانت بيقولوا احنا هناخد قانون العهد القديم من العبرانيين وخلي بالك الكلام ده كثير جدا من اباء الكنيسه وقعوا فيه ايضا يعني في سياق الخلاف ما بين الاباء هل ناخد الترجمه السبعينيه ولا ناخد النص العبري ايضا في خلاف ما بين الاباء حول القانون وان اغلب الاباء اللي نصوا علي قانون العهد القديم وافقوا القانون الخاص باليهود العبرانيين ولعل وعسى دي كانت اشاره للبروتستانت طب ما يبقى كده ما دام انتم ماشيين ورا اليهود العبرانيين يبقى ناخد كمان النص بتاع اليهود العبرانيين ليه التناقض يعني اوريجانوس لما نص على القانون بحسب المذكور عند يوسابيوس القيصري في تاريخ الكنيسه قال لك 22 سفر زي 22 حرف عبري كويس اثناسيوس الرسولي في رسالته الفصحيه لما ذكر قانون العهد القديم هو تقريبا مشي على على القانون العبراني ورفض الاسفار القانونيه الثانيه يوحنا الدمشقي في القرن السابع والثامن لما ذكر قانون العهد القديم مشي ورا القانون العبراني اباء كبار لما نصوا على قانون العهد القديم قال لك هم اليهود قالوا ايه عارف انت هو الدين بيقول ايه هو في قانون العهد القديم بدل هو الدين بيقول ايه هم العبرانيين قالوا ايه يا باشا العهد القديم 22 سفر علشان الابجديه العبريه 22 سفر سمعنا وقطعنا. طب انتوا بتقسموها ازاي ازاي؟ يعني يوحنا الدمشقي حتى لما عرض التقسيم الاسفار كانه حاخام يهودي بيشرح اصلها خمس م اربع مخمسات زائد اثنين ومش الكلام اللي انا علقت عليه قبل كده في الفيديو اللي فات. الفيديو ده لسه هيتنشر قريبا باذن الله عز وجل ففي النهايه يعني اللي انا عايز اقوله ان في كتير من الاباء لما جم في مشكله القانون مشي ورا اليهود العبرانيين لان في النهايه زي ما قلت يهود الشتات ما قانون واضح لكن يهود العبرانيين ليهم قانون واضح اليهود العبرانيين اجتمعوا في جمينه في نهاية القرن الأول ميلادي حوالي سنة 90 ميلادية عملوا مجمع وقرروا القانون اما يهود الشتات فخلاص اغلب يهود الشتات تقريبا دخلوا المسيحيه ويمكن ده كان اكبر تاثير على المسيحيين الاوائل ان هم يقبلوا الترجمه السبعينيه ما يقبلوش النص العبري لكن في النهايه لما نيجي ندور بقى في الاباء اللي نصوا على قانون العهد القديم بنلاقيهم غالبا مشوا ورا اليهود العبرانيين يبقى ما دام انتم ماشيين في القانون ورا العبرانيين يبقى ناخد النص زي ما العبرانيين بياخدوا خلاص انت هنا قايل فمن هو مستندهم في تحديد قانون العهد القديم إن لم يكن صادرا عن سلطة عليا يسلمون لها بالكفاءة في مسائل الدين هم هنا بيقولوا إيه مش دي كتب اليهود آه يبقى اليهود أدرى بكتبه اللي يقولوا عليه احنا هنقول وراهم امين خصوصا زي ما قلت ان في اباء كثر عملوا كده فعلا اليهود العبرانيين قالوا ايه احنا هنقول زيهم فيبقى هم استندوا الى ان دول اصحاب الكتاب فهم اللي لهم السلطه في برضو نقطه مهمه وهختم بيها تعليقي على هذا السؤال ان الكثير من البروتستانت اعتقادهم ان مسائل الدين لا تحتاج الى سلطه روحيه وده الفرق ما بينهم وبين مثلا تصور الكاثوليك فيما يخص عصمه البابا ورئاسه بابا روما والكلام ده كله ان الكاثوليك بيؤمنوا ان في مسائل لازم تتحسم ب سلطان الهي متمثل في الكهنوت وحلول الروح القدس وارشاد الهي للكنيسه للصح البروتستانت بيقولوا لا مش لازم ارشاد روح قدس واحنا نجتهد ونبحث ونشوف الادله ونشوف البراهين ونشوف السياق ونشوف القرائن ونوصل للحل خصوصا في مساله القانون لان هم هيقولوا مفيش اجماع على القضيه دي طوال التاريخ المسيحي، يعني انتوا دلوقتي هتيجوا تحددوا قانون، طب ما كل الاباء الاوائل اللي قبليكوا، يعني اثناسيوس على سبيل المثال، المجمع التريدنتيني بتاع الكاثوليك بينص على الاسفار القانونيه الثانيه انها كتب مقدسه، وان الذي لا يؤمن بها لا يعتبر مسيحيا. طب هل ده معناه ان انتوا كفرتوا كل اباء الكنيسه اللي لم يقبلوا الاسفار القانونيه الثانيه؟ زي اوريجانوس، زي اثناسيوس، زي يوحنا الدمشقي؟ لا هم الواقع ما بيكفرهمش، لكن كانهم بيقولوا يعني والله المساله دي لم تحسم سابقا فاللي فات مات، لكن دلوقتي يابا الكنيسه بتقول ان دي اسفار مقدسه، هتقبل كلام الكنيسه خير وبركه، مش هتقبل يبقى انت محروم. البروتستانت بيقول لا الكلام ده يعني ما يتحسمش بسلطان روحي ده امر يسع الخلاف وما يسع الخلاف يحل بالاجتهاد ما دام ده دا امر اباء الكنيسه حصل ما بينهم في خلاف يبقى المساله اجتهاديه وما دام هي مساله اجتهاديه يبقى لا تحل بسلطان روحي ولا كهنوتي ولا الكلام ده كله السؤال الخامس هل اثبات وجود الله واتصافه بالكمال كافي لاثبات صحه الاسلام من حيث ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يثبت دليل الله ان اليهودي هيقول لك انا بثبت دليل الله والمسيحي هيقول لك انا بثبت دليل الله لكن هو طبعا اثبات ده بشكل اوضح موجود في الاسلام يعني ان النصوص الشرعيه الاسلاميه بتنص على ده بشكل اوضح من الاديان الاخرى اه ده موجود هل يكفي انا بعتقد انه لا لا يكفي العلماء اللي بيتكلموا عن حاجه اسمها ذا جاد Hypothesis أو فرضية الإله. دي طريقة أنا أنا اتكلمت عنها قبل كده في بعض الفيديوهات هحاول أحط اللينكات تحت في الوصف. فرضية الإله يعني إيه؟ يعني إحنا كفلاسفة هنتكلم بشكل نظري، هنفترض إن في إله. لو افترضنا إن في إله، إيه اللوازم اللي مفروض تكون موجودة بالفعل في الواقع بناءً على هذا الافتراض؟ وهنشوف بالفعل هل اللوازم دي بالفعل متحققة في الواقع؟ لو هي بالفعل متحققة في الواقع يبقى هذا الافتراض صحيح. لو الحاجات دي ليست متحققة في الواقع يبقى هذا الافتراض ليس صحيحا هو الاخر. ودي يعني طريقة أنا شايفها مش وحشه يعني، لو افترضنا ان ربنا موجود، المفروض الكون والوجود يتصف بايه؟ الفلاسفه قالوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وده بالفعل متحقق في الواقع يبقى هذا الافتراض صحيح. وده منهج من مناهج اثبات وجود الله. فيبقى احنا في الاخر هنقول ايه؟ انه الاسلام بيفترض اشياء عن الاله، الحاجات دي متحققه في الواقع، الحاجات دي تقدر تثبتها آه تقدر يبقى فعلا كلام الإسلام ده صح يبقى الإسلام صح هو طبعا أنا بعتقد إنه لا ينبغي أن تكتفي بإثبات وجود الله لازم تدخل في نقطتين تانيين بيكملوا بعض نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووحي القرآن الكريم يبقى أنت عندك إثبات وجود الله ومصداقية نبوة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووحي القرآن الكريم الثلاثة دول لما تتكلم فيهم وتأصل لهم وتثبت صحتهم يبقى انت اثبت صحة دين الإسلام وخلي بالك ان انت ممكن مع واحد ملحد تبدأ اه باثبات وجود الله لكن انت ممكن ما تحتاجش يعني ان انت تمشي في النقطة دي تبدأ على طول بالبحث في مصداقية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان انت لو اثبت مصداقية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى تلقائيا اثبت وجود الله انه الله موجود وبالفعل بعث بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبرده لو مصدقيت نبوه سيدنا محمد يبقى انت هتثبت وحي القران طب لو اثبتت وحي القران يبقى انت برده بتثبت مصداقيه نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرده اثبات وجود الله لكن انا اقصد من الناحيه المعرفيه لتحقق الكمال المعرفي للمسلم الذي يجعله ثابتا على ارض الاسلام زي ما الاخ مسلم عبد الله بيقول ثبت رجلك لازم تتكلم في الثلاثة دول إثبات وجود الله ومصداقية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي القرآن الكريم وفوقيهم اتنين كمان زيادة توكيد إن موثوقية القرآن الكريم إنه لم يحرف وموثوقية السنة النبوية الشريفة إن السنة النبوية الشريفة الصحيحة المعتمدة عند العلماء هي بالفعل سنة نبوية صحيحة وتاريخ صحيح وهكذا نخلي بالك برضو في نقطة مهمة إنه الربوبيين المنكرين للنبوه والبعث والرساله بيقولوا ان الله موجود لكن هو طبعا احنا لما بنتكلم عن الكمال الالهي بندخل في سياق أو, او بنتكلم عن موضوع ان الله عز وجل افعاله كلها حكيمه وانه لو انت افترضت ان الله موجود وخلق الخلق والخلق دول وجودهم ملوش حكمة ولا معنى ولا قيمة ولا غاية يبقى يعني ايه فايدة وجود الله انت بتستنتج وجود الله من خلال الخليقة والحوادث تشير الى كان اول واجب الوجود هو السبب في كل الحوادث والمخلوقات وكذا يبقى هو الذي خلق الكون واوجد الكون واحدث الكون كل الكون احنا عايشين فيه ده وبعدين احنا وجدنا احنا ربنا ليه بقى خلق الكون لازم يكون في حكمة من خلق الكون لو مفيش حكمة من خلق الكون يبقى أنت ما بتصفش الله عز وجل بالكمال، يبقى في النهاية المسلمين بيؤمنوا وبيبرهنوا إن خلق الخليقة لحكمة ولغاية ضروري ومتعلق بالكمال الإلهي، لكن لو أنت قلت إن خلق الخليقة ملوش حكمة ولا هدف ولا غاية وإن ده عبث يبقى أنت ما بتنسبش لربنا الحكمة يبقى أنت ما بتوصف ما بتنسبش لربنا الكمال معك. موضوع كبير يعني. السؤال اللي بعد كده الاخ بيقول ليش حضرتك ما عملت اي فيديو يخص الدحيح بعد رجعته هل محتواه تحسن عن قبل وجزاك الله خيرا بص يا اخي الكريم انا مؤخرا بدات اهتم اكثر بما اريد تقديمه للمسلمين عن مين قال ايه غلط فرد عليه ده اولا بمناسبتها يعني شريف جابر عمل بعض الفيديوهات مؤخرا عمل فيديوهات فيها شبهات انا تجاهلت الموضوع انا لم اكن متابعا اصلا لولا ان في بعض الاخوة قالوا لي تصدق ده عمل فرحت بصيت فعرفت ولم اجد في نفس الهمة لاني لا اريد ان اكون رد فعل انا اريد ان افرغ ما في نفسي تجاه المسلمين ورانا كتير عاوزين نتعلمه ونعرفه ودول بيعطلوني فده اول سبب برضو انا ما متابع الدحيح خالص لما رجع في شاهد بلس ما شفتلوش ولا حلقة، لما رجع في المنصة الجديدة بتاعت متحف المستقبل ده ما شفتلوش ولا حلقة، جه بعض الناس قعدوا يتكلموا، ده الدحيح عمل حلقات ومش عارف مين، طب الحلقة الوحيدة اللي كدت أهم بإني أرد عليه هي الحلقة بتاعته عن لغة الضاد، وهي في الحقيقة يعني طعن بشكل بقى هو شايف إنه مش يعني للاسف يعني اغلب جمهور الضحيح اغلب جمهور الدحيح ما بيدركوش هي الافكار دي ممكن تاثر على اعتقاداتي ازاي واحد بيقول لك إيه العرب احنا ما نعرفش كانوا بينطقوا العرب ازاي ده اللي هو ازاي ده يعني يعني احنا كمسلمين بنقرا القران احنا اجتهدنا في معرفه النطق العربي الصحيح للقران ولا احنا وصلنا النطق الصحيح العربي للقرآن اللي بما فيها نطق حرف الضاد المسلمين لما بيعلموا ولادهم الفاتحه سوره الفاتحه ام الكتاب اللي لازم تقراها صح يا اما انت صلاتك لا تقبل مش فيها حرف ضاد ولا ما فيهاش حرف ضاد ولا الضالين فيها حرف ضاد يبقى احنا نعرف ازاي ننطق الضاد صح وده نطق صحيح متصل السند متواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم العرب يقول لك اصل ما كانش عندهم فويس نوتس والناس والله يعني الناس لا تدرك ان اللي هو بيدعيه ده هدم للدين في الحلقه دي تحديدا دي الحلقه الوحيده اللي اتلهيت عن اني ارد عليه فيها وللاسف لم اجد اخرين ردوا عليه فيها على اليوتيوب بحسب علم من الناس اللي انا متابعهم اللي هم المفروض بيردوا باقي الحلقات انا لا علم لي باللي هو بيقدمه انا مش متابع هو الراجل فاضي عنده مشروع بيقدمه يا اما انا اتلهي عن مشروعي علشان اتابع مشروعه مش عارف ايه اللي المفروض يحصل انا لو كان لي من الامر شيء كنت عملت مكتب في عدد من الباحثين تحت اشراف الناس بقى اللي أنتوا عاوزين نرد عليهم دول مين والله وين ونكلف باحثين متخصصين والله احنا اتلسعنا من دحيح قبل كده يمكن رجع تاني بيقدم نفس افكاره والله اعلم طيب نراقب فيديوهاته شوية اه ده عمل حلقة عن الضاد ولغة العرب وده ما قالوا هدم تواتر القرآن الكريم طيب دي حلقة غلط فيها يمكن حلقة فلتت منه والله نعمل جدول عشر عشرين حلقة فاتوا من غير ما يقول حاجة خلاص يبقى نسيبنا بقى منه حتى ياتينا خبر انه خلي بالك يا اخي ده الدحيح قال حاجه في حلقه تحتاج الى في بقى ناس تانيين ظاهر عداوتهم للدين ومشتغلين في نشر الشبهات اه يبقى دول بقى احق باننا نكلف لهم ناس تراقب شغلهم ويترد عليه في الاخر هي مجهودات فرديه بتتجمع هنا وهنا يتحط على دماغه كل الطين لوحده والله يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نظل متماسكين علشان نعرف نقدم للناس حاجه مفيده في اي حاجه. فانا ش... انا والله وجدت اني لصحتي النفسيه مش بتابع حد، لغايه ما حد يجي يقول لي ده فلان قال وده يحتاج الى رد. واحيانا اصبر حتى ارى هل في حد هيرد عليه ولا لا. والله يمكن يمكن اللي خلاني ما على الدحيح اني وجدت ان ناس كثر على الفيسبوك كتبوا منشورات مطولة في الرد عليه وضحض كلامه فلعل ده شال من على قلبي هم او عبء ان انا لازم ارد عليه فقلت خلاص في ناس ردت والناس بتشير والناس بتعمل رغم ان ده ولا شيء فيما يخص انتشار المعلومة اللي قالها الدحيح شوف بقى الحلقة دي شافها كم واحد لغاية دلوقتي كم مليون شوف كام مليون شاب للأسف الشديد فتن في دينه دون أن يدري ولعله لا يدري لأنه هو أصلا بعيد عن القرآن ولعله في يوم من الأيام لو جه قعد تحت إيد شيخ بيقرأ له القرآن فقال له ولا الضالين فراح التاني نطق الضاد بأي طريقة تانية الشيخ قال له غلط يا ولد لازم تنطق الضاد بطريقة تانية اقول له إيه؟ اسكت وأنت أنت ما تعرفش ما الدحيح كان عامل حلقه عن الضاد أنا تعال اما لك القصه هو احنا نعرف الضاد بتتنطق ازاي ولا لغه الضاد دي ولا انتوا عايشين في ميه البطيخ الله المستعان كم من الناس اللي بتثير شبهات وليهم تبع محزن جدا ويصيب بالاكتئاب وبنحاول نقاوم ده على قد ما نقدر ولعل وعسى يعني في ظروف كثيرة جدا جدا محيطة بالانسان، لكن لعل وعسى في يوم من الايام نقدر نعمل في بيئة تسمح بان احنا ننتج انتاج يصل لملايين دون ان يكون ده في خطورة علينا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاصة انا غالب ظني انه بشكل كبير الدحيح بدأ يتجنب على الاقل المواضيع المصادمة بشكل واضح لان اي حد هيشوف الحلقات على اي جي بلس كم ضخم من الحلقات اللي كان فيها مواضيع باين فيها نشر الالحاد ومع ذلك الكثير من الشباب مش مصدقين انا كنت بكلم اخو شقيق واحد قريب جدا مني بيقول لي ده الدحيح ده يمكن ده اغلى حاجة عندي الدحيح ده يعني ده هو اللي معلمنا هو اللي مفهمنا احنا احنا من غيره بهايم كده نسرح في في غيط برسيم من غير الدحيح ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انت عارف الدحيح ده عمل عمره كم مرة؟ انت يا ده عملت عمره انت انت عملت عمره قبل كده؟ اللي انت بتقول عليه بينشر الحد ده شوف عمل عمره كام مرة والناس سرحة وربنا يعين السؤال السابع ممكن تنزل كتب موثوقية هنا للأسفار وما حولها من مواضيع متعلقة نستفيد منها لو السؤال ده معناه ان انت عاوز كتب بتتكلم عن موثوقية الأسفار في مجموعة كتب كثيرة جدا جدا في هذا الموضوع لا يوجد تقريبا شخص اهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنه الاديان الا وكتب في موضوع التناقضات الموجوده في الاصفار التحريف اللي اصاب اصاب الاصفار في بعض الناس اهتمت بكتابات العهد القديم في بعض الناس اهتمت بكتابات العهد الجديد في بعض الناس اهتمت بالكتاب المقدس بشكل عام يعني انا عندي على المكتبه قسم كامل عن كتابات المسلمين فيما يخص موثوقيه الكتاب المقدس لو هو ده اللي انت تقصده فحاول ان انا اعرض الاغلفه وقت ما انا بتكلم دلوقتي واحاول اجمع اللينكات على قد ما اقدر تحت في وصف الفيديو للي عاوز يحمل هذه الكتب ويقرا عنها لو انا اتعصبت اتمنى الناس تعذر عصبيتي لان فعلا احنا يعني لولا ستر ربنا الواحد هيمشي بعلاج بعد كده من اللي بيشوفه من الناس وتعليقات الناس والواقع اللي احنا عايشين فيه نحن نعيش في واقع اليم جدا واقع اليم واقع اليم جدا نتمنى من المسلمين ان هم يفوقوا من الغفله اللي هم فيهم ويبتدي يهتموا بدراسه دينهم ويهتموا بالرد على الشبهات ويهتموا بدراسه الادله على صحه اصول الدين زي ما قلت وجود الله ونبوه سيدنا محمد ووحي القرآن وموثوقيه القرآن وموثوقيه السنه وغرس الايمان واليقين في قلوب اطفال المسلمين وفي قلوب شباب المسلمين علشان لو احنا ما عملناش كده يعني المستقبل هيكون أسوأ بكثير جدا جدا هذه الامه لن تنصلح الا بما صلح به اول هذه الامه الايمان والدين والعقيده والالتزام به وهكذا شاكر جدا لحسن استماعكم نلقاكم بعد العيد كل عام وانتم بخير ولا تنسوني من صالح دعائكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته